المسألة بتاعت المرة اللي فاتت لما كنت اديتها لك قلت لك الاي بي ده ينفع يتحط على جهاز؟ الاي بي ده فاليد ولا مش فاليد؟ صحيح ولا خطأ؟ ينفع يتحط على كمبيوتر ولا لا؟ ده كان الكلام بتاع المرة اللي فاتت. فأنت طبعا هتبدأ تشوف الاي بي إذا كان نتورك ولا برودكاست ولا هوست. لو هو هوست خلاص. لو هو برودكاست ما ينفعش. لو هو نتورك برضه ما ينفعش. لو هو هوست ينفع. تبدأ تبص أول ما تبدأ تحل مسألة زي دي عينك على أول رقم على الشمال عشان تحدد الاي بي ده انه خلاص كلاس A ولا B ولا C. بصيت على الرقم الأولاني لقيته 172 فأنت طبعا المفروض عارف إن ده كلاس كلاس B. ماشي يا عم أحمد. الديفولت ماسك بتاع كلاس B اللي هو 55 55 00 اللي هو سلاش 16 فتبص على الماسك هنا سلاش 22 عدد الوحيد زادت عن الحدود بتاعها يبقى كده انت عامل ايه؟ سبنتين. ابدا افرز لي الوحايد 22 واحد دول. فابدا اكتب السبنت مصر. يبقى 255 كده كام واحد؟ 8 و255 كمان؟ ادي 8 8 و8 16 واحد و255 كمان كده بقى 24 واحد. لا ما ينفعش. انا عايز ست وحايد كمان عشان اكمله 22 لان لغايه كده 16 16 واحد ناقصهم كام واحد عشان يبقوا 22 واحد؟ 6 وحايد يبقى 1 2 3 4 5 6 وطبعا انت عارف اقوم مزود صفرين ليه؟ لان الخانه الواحده اتغيرت. وبقى لي الخانه الاخيره احط فيها طبعا اصفار او صفر اللي هو ايه؟ صفر 10 كده كده بس انا كل الخانه اللي كملت الخانه اللي فيها الاختلاف دي اللي فيها الاصفار مع الوحايد. خلاص الخانه اللي فيها الخليط خليط الاصفار مع الوحايد اتغيرت. طيب يبقى الماسك بكام؟ 255 ضد 255 الرقم ده بكام؟ الرقم ده بكام؟ 255 استنى الراجل ده بيقول 252 واحمد قال لي بص 255 او 8 وحايد ناقص وحدين مش الرقم ده عباره عن 8 وحايد طرح منهم وحدين يدي المنظر ده ال 8 وحايد زي ما قلنا ب 255 والوحدين ب 3 يعني 255 ناقص 3 ب 252 يبقى الرقم ده كام؟ 252 ضد 0. لو تلاحظوا معايا ان الرقم الغريب ظهر المره دي في الخانه الثالثه. ظهر المره دي في الخانه الثالثه 252. زي ما انت ماشي برضه تقول له احمد الهوب كاونت ب 256 ناقص 252 اللي هو الرقم الغريب دي جمع من حاجه يبقى 4 يا حسين. يبقى هتنط بكام؟ هتنط ب 4 في الخانه الثالثه. هنط ب 4 في الخانه كام؟ اشمعنى؟ عشان هي دي اللي فيها الاختلاف. هي اللي فيها الايه؟ الاختلاف او الاصفار مع الوحايد. هي اللي فيها المشاكل بتاعتنا كلها. اللي هنا الجماعه دول وحايد والناس اللي هنا دول اصفار بس دي اللي فيها ايه؟ الخليط بقى بتاعهم هما الاثنين. فهنط في الخانه الثالثه بس هنط في الخانه الثالثه فين؟ في الاي بي ادرس في الاي بي بتاعك. يبقى هنط المره دي في الخانه دي مش في الخانه الرابعه. ليه يا احمد؟ لان الرقم الغريب بتاعك في الخانه الثالثه يبقى هنط في الخانه الثالثه في الاي بي ادرس. ابدا اكتب بقى معاه 172 ضد 16 ضد الخانه اللي تنط فيها تصفرها وتصفر اللي ورا 0 ضد 0 عشان نبدا نعد من اول وجديد سلاش 22 يا ترى الشبكه اللي بعدها كام؟ 172 16 هتنط فين؟ في الثالثه صفر و4 4 0 سلاش 22 اللي بعدها 172 16 8 جدع 0 سلاش 22 واللي بعدها 12 0 واللي بعدها 16 0 وهكذا طول ما انت ماشي. انا يهمني الراجل بيسالني بيقول لي الاي بي ده بقى نظامه ايه؟ اي بي الاي بي ده نتورك ولا برودكاست ولا هوست؟ في ناس ممكن الاولى يقول لك بس يا عم اخره 255 الاي بي ده اخره 252 يبقى الاي بي ده ايه؟ ولا 255 يبقى الاي بي ده برودكاست. لازم اربعه تبقى في ناس من غير ما تحل يقول لي يا عم استنى مش محتاج اصلا انا شكل دماغي على دور 255 برودكاست يا عم حاج خلاص الموضوع ده منتهي غلط احسن الاول وشوف. السؤال اللي انا عايز اساله لك يا عبد المحسن الشبكه او السبنت 172 16 0 0 السبنت دي فيها كام اي بي؟ عد كده ده 0 1 2 3 وبعد كده 4 كم اي بي يا رجاله؟ 2 بس 2 بس اه حسين بيقول لي بقى ايه 2 بس الصفر والثلاثة ضايعين لان نتورك وبرودكاست وبقى الاثنين اللي فين؟ النص فيها كام؟ السبنت دي فيها كام اي بي؟
مش كم واحد؟ هيبقى واحد بس. كله احسبه لي كله باللي شغال باللي مش شغال كام؟ اربعه. ها؟ كله مؤيد؟ اربعه. اربعه؟ خمسه؟ طب مين يزود؟ اربعه. حوالي اكتر من 1000. الله يفتح عليك. يا رجال اربعه مين يا عم الهام؟ يا صفر صفر. المكان ده بس يا بصوا يا رجاله في حته انتوا وقعتوا فيها. يا ابو حميد عد كده هات لي زيرو دوت واحد زيرو دوت اثنين افضل ماشي لغايه زيرو دوت 255 وبعد كده حسين واحد هيقلب بقى ما خلاص العداد ده خلص يرمي هنا واحد دوت زيرو واحد دوت واحد واحد دوت اثنين لغايه واحد دوت 255 وبعد كده اثنين دوت زيرو ده في كتير ده في كتير حوالي 1000 وحاجه زي ما الراجل ده قال. طب واحد شاطر بقى فيكم شاطر يكون شاطر قوي يعني يعرف يقول لي اخر اي بي في الصابنت دي ايه؟ 3. الله يفتح عليك يا محمود يبقى 3 دوت 255 يبقى ده ايه؟ ده النتورك وده البرودكاست. خد بالك يا احمد ده يتحط على جهاز ولا يتحط على جهاز. تعال برضه هنا في الشبكه اللي هي الصابنت اللي هي 4 0 اخر اي بي هنا كام؟ اكيد اللي قبلها على طول 7 دوت 255 سبعة ومتين خمسة وخمسين يعني انت بتدور على اربعة ومتين خمسة وخمسين يعني اربعة ومتين خمسة وخمسين هنا في النص طبعا اللي فوق ده النتو والراجل ده البرودكاست افهم من كده ان اربعة ومتين خمسة وخمسين ايه بص جهاز طيب يعني ينفع حتى اي جهاز وكله يرجع لفضل النص اللي انت كاتبه بالك الرقم ده هو اللي بيحدد الشبكة بتاعتك بتتقطع على كده. فهمت المسألة دي؟ كان حد له أسئلة؟ حد كان بيسألني سؤال. بتاع سيما. ايه برضه انها تبقى ايه؟ سيما مقسمها اسمها لما تبقى صفر وحي مش تنفع تكون هوست؟ اسم ايه بقى؟ انا قسمت انا الرقم للبيت بثنائي صفر وحي. اللي هو انه؟ اللي هو ده؟ اي اه قسمته صفر وحي قلت لك قبل كده مش هيبقى خالص قمت انت الاربعة ده مثلا عملته كده الاربعة ده يكتب كده واحد زيرو 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 واحد اثنين ثلاثة اربعة ولا الماسك خلينا في الماسك قصدك الماسك الماسك هنستنى من بعد الوحدة اه استنى حسين خلينا نكتب الماسك بتاعنا حسين تاني 255 255 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من الصفر تبقى الرقم الثاني تحته الرقم بتاعنا انوان 172 16 بس 4 و 255 خلوه ثنائي 4 لا ثنائي بقى امشي حاضر 16 الاربعة يكتب كده 0 0 1 0 0 0 0 0 وبعد كده برضه 255 تبقى واحد بس هنعملها واحد برضه عشان تبقى ثنائي تمام هناخد بقى نقول الماسك ها اخر واحد اخر واحد لا. اخر واحد في الماسك اخر واحد في الماسك فين في الماسك فوق في الصب نتورك ده الماسك يا عم ماشي اخر واحد فيه هناخد من بعده الصواب من بعده في اللي هو ده هو بتاع الاربعه هو ده هو الست واحد الاولين دول ماشي اخير بقى فيه على يمين على يمين يمين اخر اللي يقابله تحت بقى نحسبه من بعد هنطير طبعا من بعد هنطير واحد يعني من بعد من بعد خد احسب تحت من بعد من اول الصفر اللي بعد واحد يا باشمهندس من اول كده ايوه خده بقى ان كان صفر بس هيبقى صب نيجي ان كان واحد بس هيبقى اللي هي بوست برودكاست ان كان صفر بس يبقوا صب نيجي يبقى الشباب نتورك صب نيجي تبقى يبقى الرقم الاولاني يعني في النتورك ان كان موضوع حيب هيبقى بودكاست انت لو حد اصفر يمشي بوست ان كانوا حد اصفر يمشي بوست يمشي بوست طب انا اقول لك على حاجه هي وجهه نظر صح هو صح بس في سبب طويل حبتين بقول لك يا جماعه اذا كان فعلا ادي الماسك بتاعك فعلا لو انت بصيت بقى بعد بعد الماسك ده لو فعلا الموضوع ده كله صفار لو فعلا هو ده كله صح فعلا لو كل ده صفار يبقى ده النتورك ادرس
لو كل ده واحد يبقى ده البودكاست. لو فيها خليط زي ما انت شايف كده يبقى اي بي ده اي بي هوست. صح. طب حسبنا ال 172 دول 16 في الزيرو عشان نبص. صح. تبقى ها؟ تقول ايه؟ بس الفكره كمان يا عم حسين انا ممكن اسالك سؤال تاني. هقول لك يا ترى الاي بي ده يقع في اي شبكه 455 يقع في اي سبنت؟ ما انا هتسال حسين هو بيعمل ايه بقى عشان يجيب السبنت الشبكه؟ بقول لك بس هو ده هوست. يقوم يعمل ايه على طريقه الحل بتاعته؟ يقول لك ايه طيب؟ طب انت عايز تجيب النتورك تقلب ده بص هو لو عايز تجيب البرودكاست تقلب المجموعه دي كلها وحايد اجيب لك البرودكاست بتاعك. ولا ايه؟ ده شفت اخر واحد ده؟ لان كنا عاوزين نقسمها يعني. انهي؟ اخر واحد فوق. اخر واحد انا بقى في اللي خدنا من بعض في النتورك في مصر اخر واحد ده ايوه نقسمناهم بطريقه اللي هي 1 2 4 8 دي هتبقى خانه ايه 4 صح فنقسمهم 4 نقطه 4 نقطه 4 وانت فاهم النقطه 4 دي ماشي طريقته صح برضه ولا كده بس خليك في الطريقه اللي انا بقول لك عليها بسيطه وسهله البرودكاست بتاع اللي سنقوله يمكن هو الراجل ده اصلا خدتها في الكليه ولا حاجه؟ انا ما خدتها في ايه؟ ما فيش كنت بقى هي طريقه صح الطريقه اللي هو شغال بيها طريقه حلوه بس خليك في الطريقه السلسه اللي انا ايه؟ لان الطريقه السلسه اللي انا مديها لك دي هكمل على اساسها درس تاني درس اسمه دي ال اس ام فاريبل لينس سبنت ماسك سبنت ماسك متغير الطول اه مش هشرحه دلوقتي لكن ان شاء الله هشرحه في نهايه الراب اللي هديهولك عشان يديك عليه لاب وتبدا تشتغل عليه لان برضه هديهولك بطريقه سهله بحيث تقدر تحسبها وانت قاعد كده بس باشمهندس ايوه البرودكاست بتاع ادرس اللي فوق ده ولا هيبقى 172 16 252 255 البرودكاست بتاعه؟ بتاع ده الادرس ده ما الادرس ده هنا في السبمت دي يقع في السبمت 172 16 4 زي ان البرودكاست بتاعه 172 16 7 7 باشمهندس هو 172 دوت 16 الصفحه الوحيده اللي هي الخطوه الثانيه جت ازاي؟ دي جت ازاي؟ هو بس كتب اربعه حولها بينا اربعه عباره عن كده 1 0 0 بس كده ماشي اقول لكم على حاجه انت لو عايز تجيب المنظر ده عايز تجيب النتورك ادرس التي يقع فيها هذا الاي بي اعمل اند ما بين ده وما بين ده عارفين الاند جيت اللي هو الناس اللي درست بوابات المنطقيه بقى عباره عن ايه بص كده 172 انا عايز اجيب الشبكه 100 ما هو الراوتر بيحسبها كده لما بيجي له اي بي وماسك وعايز يحسب الشبكه بيقوم عامل اند ما بين الاثنين ايه الاي بي والماسك 172 في وحايد ما دي وحايد ب 172 16 في وحايد 16 طيب استنى بقى عليا امسح البتاع دي كده عشان ما احسش فيها ايه؟ هنا واحد اضرب كده دول في بعض الواحد صفر 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 واحد 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 صفر 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 في وحيد بصفر الرقم ده 4 0 اذا الاي بي ده يقع في الشبكه 172 16 4 0 4 0 فعلا طيب ندي مثال تاني ندي مثال تاني حلو معايا ندي مثال تاني 172 21 24 58 سلاش 20 بيقول لك ان دي نتورك او 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 صب نتورك صب نت يعني شبكه صغيره شبكه مقطعه بيقول لك احسب اول اي بي صحيح واخر اي بي صحيح يمكن ان يوضع في هذه الشبكه طبعا احنا اتفقنا ان لما بتحسب الصب بتاعتك اهي
اول واحد يبقى نتورك افريج، اخر واحد يبقى برودكاست افريج. بقول لك احسب اول واخر اي بي صحيح ممكن يبقى في الاستشاره. فاهمني انت دلوقتي؟ فاهم؟ تحسب وتظبط حالك وتشوف فين الايه؟ اول اي بي صحيح واخر اي بي صحيح كام؟ واخر اي بي صحيح كام؟ تعرف تحسب؟ ابدا احسب. محسن يوقف التصوير بعد كده ابدا نحل المساله بعد ما الرجاله كلها خذلتني. ها؟ لا الراجل ده جاب اول حته صح. واخر حته ان شاء الله. ها يلا حسين. اصبر يا باشا. ها؟ 100 الاغنيه تبقى 172 21 64 سنة. ها؟ 64 64 واحد. ايوه واحد كده غلط ما شاء الله. بس ها 64 تبقى غلط. 65 واحد. 65 غلط. ركز معايا. ها ركز معايا. طب بص بص يا سيدي. 4 بس ركز معايا. خلاص يا حاج احمد. خلاص يا حاج احمد. انت انجزت الجزء ولا ايه؟ جبت الرقم الاولاني؟ طب انا بنزل فرصه لان هو عايز الجزء. ها؟ خلاص خد فرصتك يا حسين. خد فرصتك يا ابو حميد انت كمان يلا. ها؟ وهنا انا مش احمد محمد بيسلم عليك. بس بس بس. فواصلنا عمر عبد الفتاح يعني. يا احمد سعيد. مش شرط. ها؟ يعني انا لو كان واخد اي بي زي ده للبيت. اي بي زي؟ يعني نقسم ده بعد التقسيم يعني. اه بعد التقسيم انت واخد فيه معمول سبميتنج بس هم اللي عاملين. ده شو اسمه؟ 172 21 112 جدع. 1 جدع. بس خلاص طالما جبت ده يبقى الثاني صح. خلاص انا كده ايه؟ يبقى الثاني ان شاء الله اكيد صح. بصوا يا شباب. اول حاجه طيب ده غصبي. صح؟ الغالي في البيت 72 صدق. تاني حاجة الكلاس بي المفروض يبقى سلاش 16. دلوقتي بقى سلاش كام يا محسن؟ سلاش 20. يبقى عدد الوحايد زادت يبقى أنت مصدقني. طيب تعالى نشوف بقى عدد الوحايد ده السب المصري ده نلعب فيه. السب المصري ده عبارة عن 255 255 كده 16 واحد. فاضل لك كام واحد عشان تكمل 20 واحد يا أحمد؟ فاضل لك أربع وحايد. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة ونكمل بقى أصفار كده الخانة دي خلصت. وفي هنا برضه ثمان أصفار واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة كده. أنا كتبت الموز صح. فاكر أنت الخانة دي أصفار وحايد إيه؟ فاكر أربع أصفار أربع وحايد من الجدول اللي اللي قلت لك احفظه؟ جدع. 200 يبقى المصري 255 255 240 زيرو. ملاحظ برضه إن الرقم الغريب في الخانة الثالثة. يبقى لو الكاونت بتاعتك كان يا عم احمد 16 256 ناقص 240 يديك 16. يبقى هتنط ب 16 في الخانه الثالثه. وانا اتفقت معاك ان الخانه اللي هتنط فيها صفرها. ابدا بحسب بقى معايا كده. يبقى 172 ضد 21 ضد 0 ضد 0 سلاش 20. الشبكه اللي بعدها هتبقى 172 ضد 21 0 و16 16 0 سلاش 20. تفضل ماشي رب. بس احنا عندنا هنا رقم كبير 124 مش عارف بقى اكتبهم بقى يعني. شوف بقى مضاعفات ال 16 اللي تقربك من 124 كام؟ 16 في 10 ب 160 لا 160 جديد. 16 في 8 16 في 8 بكام؟ 16 في 8 8 في 6 ب 48 وانا ال 4 و 8 في 1 ب 8 و 4 12 128 احنا كده قربنا اللي قبلها 16 في 7 كده 12 كلام جميل. فانا هفضل ماشي هنقول طبعا 172 16 قصدي 172 21 16 اللي بعدها 32 اللي بعدها 48 وتفضل ماشي لغايه ما تلاقي نفسك يا محمد وصلت الشبكه 172 21 112 0 سلاش 20. الشبكه اللي بعدها زود لي 16 كده بعد اذنك 172 21 112 و16 متأكدين؟ اه 8 128 مظبوط
28 زيرو سلاش اش. بتهيألي كده الرقم بتاعنا اللي هو 124 اعتقد هيبقى موجود هنا في النص ده، 124 58 اكيد في النص هنا لان غالبا 128 وبعد ال 112. خلاص كده؟ يعني اذا الرقم بتاعنا يقع هنا اللي هو 124 28 58. طيب البرودكاست بتاع الشبكه 112 زيرو دي كام؟ 127 صح كده؟ 255. السؤال اللي انا كنت بساله لك بقول لك تحسب اول واخر اي بي صحيح يقع جوه الشبكه، سواء ده كان شبكه او جوه الشبكه اللي وقع فيها الاي بي ده. يعني احنا اكتشفنا بالله عليك الاول الاي بي ده يعتبر ايه؟ نتورك ولا هوست ولا برودكاست؟ قلت له دلوقتي هوست لان هو واحد هوست. انا كنت بقول لك ممكن يكون نتورك. بس انا اكتشفت دلوقتي بعد ما حسبت ان فعلا الراجل ده وقع هنا في النص يبقى ده هوست. احسب بقى اول واخر اي بي صحيح في هذه الشبكه. الاي بي ده يقع في الشبكه 172 21 112 0. الاي بي الصحيح اول اي بي صحيح هنا اللي هو 112.1، واخر اي بي صحيح اللي هو قبل البودكاست اللي هو كام يا احمد؟ 127 يا احمد 254. مش انت ايه عايز حضرتك ايه؟ انت مستغرب ليه؟ ايوه صح، هي اللي بتبقى بودكاست يا باشمهندس ولا 128 اللي بتبقى بودكاست؟ يا جدع 128 دي شبكه جديده. اه طب لاحظ، طب بالله عليك الشبكه دي الاي بي اللي قبل ده كام؟ 15 فين البودكاست؟ 16 زيرو ولا 15255؟ 15255. اشمعنى يعني جبتها هنا ومش عارف تجيبها هنا؟ ما هي 127255 دي بقى بودكاست. ما هي بودكاست؟ ما هي؟ انا بقول على كده. انت بتقول ولا انت بتسالني ولا 127؟ 127 254. اه ايوه ايوه بقول لك 200 107 مالك كده بصح كويس؟ 127 254 254 ده اللي قبل طبعا. ال 255 ده برودكاست. انا بسالك ايه اول واخر اي بي صحيح؟ صحيح. اذا فيرست اي بي او فيرست، نكتب كده فيرست فاليد اي بي، اول اي بي صحيح يساوي 172 21 112 1/20. نكتب نقول لاست اخر فاليد اي بي، اخر اي بي صحيح هيبقى 172 21 127 254 /20. مظبوط الكلام ده يا محسن؟ خلاص كده؟ فاهم حاجة؟ تاني كده الاي بيهات بعد المراجعة اللي احنا عملناها ديت تبقى ان شاء الله كده يعني ايه؟ مظبوطة جدا جدا جدا. حتة أخيرة عايز أقولها لك بقى قبل ما تمشي، خمس دقايق في عجلة سريعة يعني. أمسح؟ أمسح؟ بصوا يا شباب، انا ممكن اقول لك طريقه عن طريقه تقدر تقطع النت عن الناس اللي موجوده في الشبكه عن طريق السب مصر تكميلا لدرس الاي بي. بص يا سيدي، اي بي الراوتر ده، اي بي الجيت واي ده، الناس دي كلها لما بتطلع على النت بتطلع كده الانترنت بتاعه. الاي بي ده كام؟ 10.0.0.1/8. انت مش عندك سب ولا حاجه. واحد يقول انا عايز اقطع النت من غير ما استخدم برنامج النت، خدت بال حضرتك؟ انت اي بيك مثلا غير 10.0.0.2 والراجل ده 10.0.0.3 والراجل ده 10.0.0.4 10.0.0.5 والراجل ده مثلا 10.0.0.10 مثلا يعني. هل ممكن تقطع النت عن الراجل ده؟ هنقول مثلا الراجل ده يعني على طول بيغير اي بيهات وعلى طول مش عارف بيعمل ايه، بيقطع النت على الناس دي، ممكن اعمل له عمليه عزل اصلا من قاعد على الجهاز من غير ما اقول له النت كات ولا بتاع ولا اي حاجه. عارف تعمل ايه؟ خش على الراوتر والعب في الصندوق الماسك بتاعك. الماسك بتاعك كان كام؟ 255 0 0 0. قول له 255 255 255 248. انت ليه عملت كده؟
بقول لك على حاجه احسبها بقى انت كده عملت سبمتنج 248 من 256 كام؟ الهوك كام بتاعتك؟ 8 يعني اول شبكه 10 0 0 0 الشبكه اللي بعدها 10 0 0 8 الشبكه اللي بعدها 10 0 0 16 استنى عليا الشبكه دي اخرها كام؟ البودكاست بتاعها كام؟ 7 عارف كم جهاز اشتغل؟ يعني الراوتر فين؟ الراوتر واحد الراوتر يقع في انهي شبكه؟ الراوتر نفسه في الشبكه الاولانيه هي الشبكه 10 0 0 0 0 دي الراوتر ايوه شوف الناس اللي معاه بس الناس اللي في النطاق ده بس فتبص تلاقي الراجل ده شايف وده شايف وده شايف وده شايف ولو في حد هنا واخد الاي بي 7 ما يشتغلش لان ده اي بي برودكاست ما يشتغلش والراجل ده اللي هو عمال يقطع النت عن الناس اللي هو 10 0 0 10 انا خليته فاهم شبكه ثانيه في الشبكة 10 0 0 8 يبنج على الراوتر الراوتر ما ردش عليه الراوتر يقول له انت معايا في نفس السبنت في نفس النتورك لا خلاص ما شوفكش شوفك ليه فهمني واحد يقول لي طب بص انا عايز اشتغل انا والراوتر بس عارف انت والراوتر بس تقوم مخلي اخر رقم كام 202 وكام 252 يبقى الهوك كاونت بتاعتك 256 ناقص 252 بكام ب 4 عارف يعني اول شبكه كام 10 0 0 0 سلاش 30 دي والشبكه اللي بعدها 10 0 0 0 4 خليني بس في الشبكه دي 10 0 0 0 البرودكاست بتاعها كام؟ 10 0 0 3 النتورك 0 والبرودكاست 3 يعني 1 و2 هم اللي شغالين 1 على الراوتر و2 على الجهاز اللي عندك انت والراوتر بس اللي شغالين وبقيه الرجاله كويس عن طريق انك بس تلعب في الماسك بتاع الراوتر بتاع الراوتر فيك سؤال يا محمود؟ اه دلوقتي انا عايز اتصل على واحد في وسط الايميلات لا واحد في وسط الايميلات دي بقى دي في الجديد على فكره اه يعني اتصل على واحد في السوفت وير على حسب السوفت وير بتاعه انا بقول لك دي ممكن تقدر تعملها لعبه صغيره على الراوتر عن طريق الايباد تقدر تعزل المجموعه تمام كده؟ فانت لو عايز تفصل حد معين طبعا ده هتدرسه ان شاء الله تدرس حاجات في السويتشنج وتدرس حاجات في الراوتنج ازاي تفصل حاجه زي كده بس انا بقول لك لعبه بسيطه ممكن تعملها في الراوتر اللي عندك دلوقتي دي السين اول دي السين اول اللي عندك تغليطه عليه شويه ممكن تقطع ترافيك معين عن شخص معين باي بي معين بماك معين ممكن انت تعمل حركه زي كده فدي دي سهله وبسيطه بس انا بقول حبيت اقول لك تريك كده صغيره ممكن تعملها لعبه بسيطه ماشي